أنا الزعيم، الإفيه الذي أقر به عادل إمام حقيقة. صعد بخطى ثابتة نحو درجات سلم عريض مثبت في قمته كرسي ذهبي، ما إن وصل حتى جلس بوضعية الأباطرة وقال بصوت عال: أنا الزعيم، أنا اللي هزيت التاريخ جامد وضربت بركانه اللي كان خامد. لم تكن هذه الكلمات مجرد وصف للشخصية التي يقوم بتمثيلها الفنان عادل إمام في مسرحية الزعيم، لكنها كانت وصفاً لمشواره الفني، فتحولت من كلام أغاني إلى حقيقة مثبتة. على الرغم من موهبته الأسطورية التي جعلته يتربع على عرش فن التمثيل في مصر لمدة تزيد على 50 عاماً متصلة، لكن عقليته واحترافيته أيضاً كانتا خير معين لتلك الموهبة. في بيته الكائن بقرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، احتفل محمد إمام في 17 مايو 1940 بميلاد ولده الذي سماه عادل. الاهتمام بالتعليم كانت نصيحة الأب، وهو ما نفذه الابن بمراحل التعليم حتى التحق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة. فتح مسرح الجامعة ذراعيه لموهبة الممثل الشاب، وانطلق منه لطرق أبواب المنتجين والمخرجين، حتى تقابلت مساعيه مع بحث الفنان فؤاد المهندس عن وجه شاب لمشاركته بطولة مسرحية أنا وهو وهي التي قدمت للجمهور في 1964. بدأت مرحلة الانتشار، وقدم فيها العديد من الأدوار ما بين الكبيرة والصغيرة، حتى جاء عام 1973 لينتصر الولد الشقي لأحلامه ويشارك في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين، فتشبث بالنجاح الذي وصل له ورفض العودة للدور الثاني مجدداً. امتطى صهوة جواد الفن وصال وجال بعدها محققاً نجاحاً منقطع النظير وشهرة واسعة جعلته الأعلى أجراً والأغزر إنتاجاً، ليستمر في رحلة قدم فيها ما يقرب من 120 فيلماً وخمس مسرحيات على مواسم طويلة و16 مسلسلاً تلفزيونياً، بالإضافة إلى مسلسل إذاعي جمعه بالفنان عبد الحليم حافظ. لم يعتمد على خفة ظله فقط، لكنه تنقل بين الكوميديا والتراجيديا والحركة وحتى الرعب، طرق فيها أبواباً موصدة من السياسة والجماعات الإرهابية والمواطن البسيط. تزوج عادل إمام بهالة الشلقاني شقيقة الفنان الراحل مصطفى متولي، ورزقا بثلاثة أولاد هم سارة ورامي ومحمد. اختار رامي ومحمد العمل الفني، فاتجه رامي إلى الإخراج ومحمد إلى التمثيل. الأثر الكبير لعادل إمام جعل من العبارات التي أطلقها في أعماله الفنية تتحول لمأثورات يستخدمها المواطنون بينهم في الحياة اليومية.